عايزة بسيوني مؤسس ومايسترو فرقة تيمبو باند، هل صحيح انه نصك التاني وحبيبتك وشريكة حياتك وزوجتك موجودة معاك في الفرقة؟ انت مراته. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك. انت متراقب، انت متراقب يا يعني ما فيش مجال تبصي مين ولا شمال. انا مخصماك دي اصلا ما بعترفش بالاغنية، انا عاملها كده وخلاص. ما خصماك دي هي اللي فرضها على البروجرام. لا هي تفرض اللي هتفرض. اهلا بيكي. انتوا تعرفوا بعض من قبل تكوين الفرقه ولا من خلال الفرقه؟ انا اصلا كنت بلعب ايقاع قبلها، انا دخلت في مجالات كتير لان انا والدي الفنان الكبير محمود عطيان فنان تشكيلي. يا اهلا بحضرتك. وبي طبعا. ربنا يخليك. فبعد كده بقى واحده كلمتني من الفريق عنده وقالت لي بقى عايزينك معانا وكده. كانت الغلطه يعني. فاحنا كنا اصلا غلطه حاول كل حاجه والله. انا ماسكه نفسي. فاحنا اصلا يعني ما كانش في بينا عمار قبلها خالص. دي حقيقه. بس لا، اللقاء الاول حد يحكي لي عن اللقاء الاول كان عامل ازاي؟ انا كنت اسمع عن حد بيطبل بنت. فمين البنت اللي بتطبل اللي عامله موضوع كده؟ فلما شفتها يعني المستوى ما كانش قوي يعني. لا على فكره مش هتجيبوها لبر النهارده، اقسم بالله رجاله الفرقه النهارده ما كنتش بحبه يعني بصراحه كشخص، بس لما شفته يعني اتاكدت ان انا كنت صح. ويمتاز المواطن السكندري بالصراحه الشديده اللي ممكن توديه في 60 سلامة. نكتفي بهذا القدر، بس انا عرفت ان انتوا بتعملوا مع بعض دويتو بالطبلة بدل ما تتناوشوا لفظيا تتناوشوا ايقاعيا. بلاش عشان هي مش قدي بصراحة يعني. احنا بنتناوش بكل حاجة. انت عارفين انا صريح. طب احنا هنشوف مين الاجمد في الايقاع. يلا هو ولا هي؟ الزوج والزوجة. يلا. يلا.
جامده برضه، علا جامده. ما انا ما رضيتش اتقل. علا جامده. مين احسن؟ مش علا برضه؟ انا ما اقدرش اقول مين يعني. احسن يا جماعه، دول متجوزين و ده مستقبل اسره. بس انا ممكن اطلب منكم حاجه، كل واحد يهدي التاني، مش يهديه، لا يوجه له رساله بايقاع. لا يا في حبه قبل. لا قولي ليه بقى؟ اللي هو خافي على بيتك يعني، فاهم؟ ايه؟ خافي على بيتك. يعني دي طبلة انذار؟ اه طبعا. لا دي طبلة الفرفشة. كده لحق نفسه، لحق نفسه. مساء الخير. انذار مين؟ انذار مين ده اللي استاذه على وش ولاده؟ ده انت اللي كل الانذارات حواليك، انت مش عارف اللي جاي. طب وانت يا علا لو في ايقاع بتفكري اللي هو تبعتي بيه رساله لعزة؟ ما اعتقدش ان فيه. توضيح خالص، دي الفرقه معاها، دي القصه. الفرقه بتجوز معاها. اه ده لعبوا معاها احسن ما لعبوا معاها. أيوة بس هقول لك على حاجه، ده مش معناه ان هي بتشتكي من زوجها ولا حاجه، بس طبعًا هي طبعًا. دلوقتي زوجه وحامل وعلى وش ولاده، الحمل تقيل وكتير يعني، فده بيعبر عن عايزه اعيط. طب صلحي بقى، صلحي يا علا من غير رأس. صلحيه. انا فيا حيل. صلحيه. حبيبتي الف مبروك، وربنا يقومك بالسلامه. طب هو كله كلام علا ولا ايه؟ في البرنامج انا معاها برضه. انت فاهم معجزه الحمل والولاده دي؟ ما تعرفش يعني؟ انا بره الحوار. لا مش بره الحوار، انا كنت عايزه اقوله انه انت بعد ان شاء الله ايام او اسابيع هيجي اللي يرقصكم انتوا الاثنين على ايقاع ليل ونهار. انت دي مش فاهم البيب اللي ان شاء الله ربنا يرزقكم بيه، يعني ايقاع الواء بتاعه هيعيشكوا احلى حياه. لا انا نازل رايح اقعد مع ام حسام هناك في البيت. انا فرقه مش عارفه ليه يعني، عايزه انتوا اسمكم الرسمي تيمبو باند للايقاعات الشرقيه، بس حاسه انه تيمبو باند للايقاع الشرقيه فرفوشه يعني، انتوا كل حاجه فيها فرفوشه. الجزء الثاني فرقه الزوجه الثانيه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.